أهلا بكم من جديد. أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 1768 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة المملكة. وقال المصرف أن قيمة هذا الإصدار تبلغ 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ في 7 أغسطس الجاري وتنتهي في 6 نوفمبر، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 2.98%. هذا وبلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.1 مليار دينار بحريني. أعلنت بورصة البحرين عن إدراج الإصدار رقم 18 لسندات التنمية الحكومية التي أصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة المملكة، ويبلغ حجم الإصدار 300 مليون دينار بحريني بقيمة اسمية قدرها دينار بحريني واحد للسند، في حين تبلغ مدة الإصدار 3 سنوات لغاية يوليو عام 2022، ويبلغ العائد الثابت 4.2% سنويا. وبإدراج هذا الإصدار يصبح عدد إصدارات السندات والصكوك المدرجة في البورصة 14 إصدارا تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 7.1 مليار دولار أمريكي. طرحت مدينة شباب 2030 ولأول مرة بالتعاون مع بورصة البحرين برنامج بورصة، والذي يهدف لتأهيل المشاركين وتدريبهم على التداول والاستثمار من خلال برنامج مكثف يتضمن جزءا نظريا وآخر عملي ليتمكن المشارك من معرفة القوانين والتشريعات وأبرز إجراءات التداول. التفاصيل في سياق تقرير الزميلة خولة الجرينيس. فكرة جديدة تنطلق ولأول مرة في مدينة شباب 2030، تنقل الشباب إلى عالم افتراضي جميل ليتعرفوا من خلاله على بيئة العمل في بورصة البحرين وآلية الاستثمار فيها، ليتفاعلوا على مدار الشهر مع جميع المتعاملين في المنصة. برنامج بورصة البحرين في مدينة الشباب ولأول مرة يقام، يهدف إلى تطوير مهارات المالية عند الفئة الشبابية، بالإضافة إلى اكتسابهم خبرة في تداول في سوق البحرين. طبعا التداول يكون افتراضي لمدة 3 أسابيع. بعد هاي التجربة في التداول الافتراضي يعرضون مجموعات نتائج تجربتهم الافتراضية في التداول. البرنامج افتراضي حق الشباب لكن واقعي إلى أقصى درجة ممكنة، لأن الشباب في برنامج تحدي التداول في بورصة البحرين يتداولون في عالم افتراضي لكن على أسهم البحرين وأسهم بورصة البحرين الفعلية وعلى الشركات الفعلية في بورصة البحرين المؤلفة من 44 شركة. أهم الأهداف المرجوة من البرنامج هو خلق المسؤولية المالية عند الشباب، تعلم كيفية تشغيل الأموال، وخلق شباب ذكي طموح في سوق العمل في البحرين، وهذه كلها من رؤية جلالة الملك الاقتصادية حق البحرين 2030. روح الإبداع والابتكار والتعاون من خلال هذا البرنامج الافتراضي تعزز بداخلهم روح التحدي والرغبة في تحقيق حلم يراودهم، وهو خوض هذا المجال وجني الأرباح المادية، خصوصا وأن التدريب مرتبط ارتباطا كاملا ببورصة البحرين. لهالبرنامج بالخصوص، يعني في وايد برامج حلوة الحين، بس اللي شدني للبرنامج زي بالخصوص هو صاير أول برنامج من الشباب اللي يهتم بالمسؤولية المالية، يهتم بشلون الشخص يتعامل بالفلوس بطريقة يعني بطريقة صحيحة بطريقة محترفة. فهاي الشيء اللي وايد شداني هو طبعا يعني أدرس استثمار، فهي تكملة للدراسة اللي أنا ماخذها. البورصة وايد علمني أشياء، خصوصا أن أنا في تخصص البزنس، يعني فعلمني شلون أنا أستثمر في بين الشركات في أي تحت أي ظروف أنا أستثمر وأشتري وأبيع في الأسهم. البرنامج هو نتداول بشكل افتراضي لكنه بطل لنا وايد أبواب حق المستقبل أن احنا نستثمر ونتعلم شلون ان احنا ندير فلوسنا في هالمجال. يعني شباب البورصة في مدينة 2030 يمتلك اليوم المعرفة الجيدة بآلية التداول في سوق الأسهم البحريني، فبرنامج البورصة
سيساهم في إطلاق قدرات شبابية متميزة اقتصاديا قادرة على المنافسة عالميا. هذا البرنامج والذي يطبق لأول مرة في المدينة يتولى تدريب الشباب على الولوج في عالم التداول والاستثمار ليتمكنوا من إدارة أموالهم بالشكل الصحيح. خولة القريميس، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين. نتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نتابع النشرة مشاهدينا مع إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات اليوم، ونبدأ مع بورصتنا المحلية، فقد تراجع مؤشر البحرين العام في نهاية تداولات اليوم بنسبة 0.26% مقفلا عند مستوى 1544 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3,043,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 720,000 دينار تم تنفيذها من خلال 59 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في تداول اليوم على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى بقية البورصات الخليجية فالبداية مع السوق المالية السعودية التي أقفلت بتراجع بنسبة 1.07% وأقفلت عند مستوى 8465 نقطة، وذلك بتأثير من هبوط أسهم قيادية في كافة القطاعات تقريبا. مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أقفلت بارتفاع طفيف بنسبة 0.01% وأقفلت عند مستوى 6726 نقطة، حيث شهدت المؤشرات ارتفاعا بشكل شبه جماعي. سوق أبوظبي للأوراق المالية أقفلت بتراجع بنسبة 1.87% وأقفلت عند مستوى 5083 نقطة بتأثير من انخفاض مؤشر قطاع الاتصالات. أما سوق دبي المالية فقد أقفلت على تراجع بنسبة 2.03% وأقفلت عند مستوى 2799 نقطة وسط تراجع لقطاع السلع الاستهلاكية بشكل رئيسي. أخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط فقد أقفلت بارتفاع بنسبة 0.22% وأقفلت عند مستوى 3788 نقطة مع تقدم كافة مؤشرات البورصة العمانية. سلطت تقارير إخبارية الضوء على بدء محاكمة أحمد عرقجي المساعد السابق لمحافظ البنك المركزي الإيراني وثمانية صرافين وسماسرة عملات أجنبية آخرين إثر اتهامات لهم بإخلال سوق النقد الأجنبي داخل البلاد. وتداولت في السنوات الأخيرة ملفات قضائية تتعلق بفساد اقتصادي متعدد لدى المحاكم الإيرانية، أغلبها تخص متهمين على صلة وثيقة بمسؤولين إيرانيين على رأسهم شقيقي رئيس البلاد حسن روحاني ونائبه الأول، وذلك منذ 40 عاما. وشملت المبالغ المهربة إلى خارج البلاد نحو 20,500,000 يورو. كما انتشرت تحذيرات مؤخرا في الأوساط الإيرانية عن مصطلح عرف باسم الفساد الممنهج والذي اتسع بشكل كبير داخل البلاد. قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه سيتم خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر عقب التخفيضات التي أعلنها البنك المركزي في الآونة الأخيرة، وسط تحذيرات من أن هذه الخطوة التي تهدف إلى تشجيع الأفراد على الاقتراض ستفرغ خزائن البنوك. وخفض البنك المركزي التركي أسعار فائدته الرئيسية 425 نقطة أساس، وذلك بشكل أكبر من المتوقع إلى نسبة 19.75% الشهر الماضي لتحفيز الاقتصاد الذي يعاني من الركود في أول خطوة للابتعاد عن حالة الطوارئ
التي أقرها خلال أزمة العملة العام الماضي. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. أصحاب الملايين من حول العالم لا يعتقدون أنهم أثرياء، والدراسات تظهر أن الثراء مسألة نسبية. هبط اليوان الصيني أكثر من 1% إلى أقل مستوى في 11 عاما، في حين تتزايد المخاوف من تصعيد حاد في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ما أدى لهبوط عملات أخرى في المنطقة ودفع تنامي القلق إزاء الحرب التجارية المستثمرين للجوء للأصول التي تعد ملاذا آمنا. وارتفع الين الياباني لأعلى مستوى في 7 أشهر مقابل الدولار. يأتي ذلك بعد أيام من مباغتة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسواق وإعلانه أنه سيفرض مزيدا من الرسوم الجمركية على السلع الصينية، ودفعت خسائر اليوان العديد من العملات للهبوط مثل الدولار الأسترالي والون الكوري. أعلنت مجموعة HSBC المصرفية البريطانية أن رئيسها التنفيذي جون فيلينيت قدم استقالته في وقت تواجه فيه المجموعة بيئة عالمية معقدة ومتطلبة على نحو متزايد. وقال المصرف في بيان إنه على الرغم من أنه لن يقوم فيلينيت بواجبه أو بواجباته اليومية، إلا أنه سيبقى متاحا لمساعدة HSBC في عملية الانتقال. وأعلنت المجموعة المصرفية البريطانية العملاقة أن أرباحها قبل الضرائب ارتفعت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 15.8% لتصل إلى 12 مليار دولار تقريبا. والآن نتابع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. كشفت دراسة حديثة أن نسبة كبيرة من أصحاب الملايين لا يعتقدون أنهم أثرياء، وفقط 13% منهم يعتقدون أنهم أثرياء بالفعل، وفقا لما ذكره موقع بيزنس إنسايدر. وبحسب الدراسة فإن معظم الأمريكيين الأغنياء الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و69 عاما يعتقدون أنهم ليسوا أثرياء. وعندما سئلوا كيف يصنفون وضعهم الاقتصادي، يعتبر نحو ربعهم بأنهم من الطبقة الوسطى، في حين قال أكثر من 3% منهم